السلام عليكم أعزائي الطلبة، أهلا بكم اليوم في هذا الفيديو الجديد اللي نقدموه حول لما يكون عندي أسبوع قبل البكالوريا، أسبوع قبل الامتحان النهائي نتاعي. وش ندير في الأسبوع هذا؟ وش راح ندير؟ طبيعة الحال يعني كل المختصين يعني في علم النفس وعلم البيداغوجيا وكل شيء يعني دائما يأكدوا على أنه الطالب قبل الاختبار يعني بخمس ايام اربعه ايام اسبوع ماذا به يتوقف جزئيا عن المراجعه المكثفه. هنا اش معناتها؟ لازم ياخذ راحه. عام كامل هو يتعب، هو يعني وقته كله في الضغط وفي الحفظ والمراجعه والحوليات والليكور البرا. اذا هنا قبل الاختبار راح يكون كذاك ضغط بين الضغط الاول والضغط الثاني اختبار البكالوريا، لازم راحة. هذه الراحة هي عبارة عن استراحة محاربة، والإنسان إذا ما خلصش للراحة هذه قد ينفجر في نهار الامتحان، سؤال كذا مع قلقة مع الغضبة مع الخلعة. إذا من الأفضل لك، وما تغلقش روحك، من الأفضل لك ولمخك ولعقلك أنه يرتاح شوية. إذا هي استراحة محارب توقف فيها على المراجعة المكثفة، تاع الصباح الليل بات الصباح بات سهران بكر بكري، نقص الماكسيموم. وش يبقى ندير في الأسبوع هذا؟ إني نسترخي، نريح، نرفع نفسي شوية، ها؟ نخرج شوية، نبدل جو شوية، ها؟ وإذا كان عندي شيء نقراه فهو فقط تفقد يعني رؤوس الأقلام لكل مادة. يعني مثلا عندي كل مادة ندير لها يوم معين قبل مثلا أسبوع، عندي مثلا سبع مواد يعني رئيسية مهمة، مثلا كل يوم نخصص مثلا ساعة ولا ساعة ونص ولا حتى نص ساعة، ساعة ساعة ونص المادة. وش نشوف فيه؟ ما نحفظش ونراجع هنا رؤوس الأقلام اللي حفظتها، يعني المفروض أني كملت كلش الآن، فالمفروض نراجع فقط رؤوس الأقلام، عناوين الرئيسية، الأشياء اللي أحب أركز عليها أكثر. هذاك الدرس تاعته كذا وكذا، هذيك النظرية كذا وكذا، هذيك الخلية فيها كذا وكذا، يعني نقيس نقيس قيس قيس ونفوت. أما المراجعة المكثفة، مراجعة تاع الضغط، لا داعي لها. هنا وقت الراحة بين الضغط الأول وضغط امتحان البكالوريا. فهمنا؟ جميل. كذلك في الأسبوع هذا نتوله أو نبدأ نعد العادات المادية تاعي. يعني نشوف السيارات تاعي، ها؟ اوراق ثبوتيه تاعي، بطاقه التعريف تاعي، ها استدعاء حطيته. اغلبيه الطلبه مهملين، كي يجي استدعاء بكالوريا يعطيه شو يروح بعد يتحوس عليه، ولا هو معذب والديه معاه. اذا الاسبوع هذا كذلك نتفقد اقلامي اوراقيه على حسب اللي عنديها معايا، ها اذا كنت من علميين مثلا مركز الباك اللي عقب فيه نضرب طلع نشوفه، لما لا؟ باش هي نفسي، هي نفسي نفسيا، ها وهكذا. الأمر كذلك مهم في الأسبوع هذا هو الإنسان ماذا به ما يخليش الآخرين يشوشوا عليه بتخميناتهم. يعني في آخر أسبوع تريح أنتايا، يجيك واحد يقول لك ألو عن بالك ممكن تجي الأخرى ما قريناش، هذيك الأخرى ما قريناش ممكن تجينا. تجي تكلمك الأخرى في فيسبوك تلقى واحد حاطك مثلا يقول لك هذاك الدرس راه يقول لك شنو يجي. إذا هنا تخلط الأمور، تعاود ترجع أنت، ترجع ترجع مخرج مكثفة، وتعاود تخلط هذيك الأمور، وتعاود تفتح كراسات، وتعاود تقول هذيك تخلط لك تغيب لك. ماذا بيك الأسبوع هذا يعني نوعا ما ما تخليش تخمينات، أنا قلت تخمينات الآخرين يعني تغلب عليك وتستولي عليك. راك توقف تروحك خلاص الحمد لله رجعت، قالك وشيت وكأن ربي سبحانه، وتستنى يوم البكالوريا الأسئلة. كيف راح الأسئلة؟ قد تجي صعبة شيء متوقع، امتحان رسمي وطني. قد تجي سهلة دخل في الحظ زهرك. والحظ كيف البكالوريا كما قلنا قبل، الحظ راهو كاين في البكالوريا. الحظ راهو كاين. فقط أنت ابذل مجهود، الحظ راح يتلاقى مع المجهود تاعك. فقط. قضية أخرى كذلك مهمة جدا، وهي قضية أنه الإنسان يتغذى جيدا. في الأسبوع هذا أخويا كول. نخي روحك، رفع عن نفسك. كلوا واشربوا، ها روحوا مروحكم، لانه
ايام امتحان البكالوريا وخاصه الامتحان الاول لما الطالب يشك في المدى الاولى يفقد الشهيه. اذا نستعد مسبقا، نتغذى مليح، ناكل مليح، نشرب مليح، ها مشروبات في الصيف، ها دلاع وكذا، باش هذا الامتحان كي نعقب قدر ربي سكيت ولا صدي حاجه ولا هدم ايه وكل حاجه انت شوكه منك من الناس يعني حاجه طبيعيه كذلك. نقول على الاقل كنت يعني عندي احتياط غذائي مخزون غذائي. كما قلنا قبل انه الغذاء معناتها قوه الجسم، قوه جسم معناتها قوه التركيز، الغذاء هو التركيز. الامر الاخر كذلك في الاسبوع هذا دير بحسابي هو انه نوطن نفسي انه كل شيء عتلاقيه من صعوبات وراك متخوف منها وراك خالع منها وراك متوجس منها، فاعلم انك ماكش وحدك، اطمن انت مش لوحدك، فهمنا؟ يعني منك الوف طلبه راه كيما انت، الناس عايزه تمتحن وهي خلعانه، حتى انت خلعان كيما الناس خلعانه، انت مرتبك الناس كيما انت مرتبك، انت راك ممكن تجيك خلعه هكا تحط السياله وتقوم تقيس روحك، منك الوف، والالوف هذا منهم الوف ينجحوا. ما همش الناس عم ياخذوا كل راه ما يخلعوش وما يخافوا، حتى يخلعوا ويخافوا ويضطروا بعض الشيء ولكن يكملوا واصلوا. فهمنا خاوتي؟ اذا كما هنا قلنا الان خاوتي هذه هي اهم الاشياء اللي الانسان ياخذها باعتبار في اسبوع قبل او خمس ايام قبل البكالوريا، هي استراحه محارب، ها ركز في رؤوس الاقلام تاعي، ها تاع كل ماده بعينها، نستعد ليوم البكالوريا، الامور الماديه وتاخذ الثبوتيه تاعي الاستدعاء كذا كذلك، نشوف برك امتحان البكالوريا نحوس عليه، ها ما نسمعش كلام المثبطين كما قلنا قبل، تخمينات الناس الموسوسه، نتوكل على ربي سبحانه وتعالى ونروح ان شاء الله يوم البكالوريا نعقب مثل كل طلبه الثانويات. السلام عليكم.